بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الثاني لمكرر النظم بالمعالج الدقيق. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن البيزك ميموري إليمنت أو العنصر الرئيسي المكون للذاكرة. طب إحنا ليه يا جماعة مهتمين بالذاكرة في الجزء ده؟ لأن الذاكرة تتفاعل مباشرة وتتعامل مع الميكروبروسيسور كداتا بتنتقل من المعالج للميموري والعكس. طيب يبقى إذا إحنا مهتمين بالذاكرة، عشان كده هنشوف اللي هو العنصر الرئيسي المكون لها دلوقتي. بنقول ان العنصر الرئيسي المكون للذاكرة يا جماعة هو الديلاتش، وشكل الديلاتش قدامك هو زي ما انت شايف، ويبقى عبارة عن داتا انبوت، انبوت داخلة للاتش وخارجة منه هي نفسها الداتا اوتبوت. اللي بيقدر يتحكم في الموضوع دوت واللي ينقل الداتا من الانبوت يوديها عند الاوتبوت هو الانيبل، طرف الانيبل اللي انت شايفه ده. طيب نقرا مع بعض. بنقول ان البيزك ميموري اليمنت از سيميلر تو اديلاتش، هو ديلاتش. طيب اللاتش دوت له انبوت زي ما احنا اتفقنا، كمز ها ان بتدخل وبعد كده بتخرج كداتا اوتبوت، واللي بيتحكم في الموضوع ده ات هاز ان انيبل انبوت، طرف انيبل بيتحكم في الانتقال من الانبوت الى الاوتبوت. جميل. طيب تعال نشوف شكل كمان. بيقول لك الشكل اللي فات ده يا جماعه، اللي لما قلنا ان في داتا انبوت بتخرج عند بتخرج كداتا اوتبوت عن طريق الانيبل، شكل نوت سيف غير امن. ليه نوت سيف؟ لان دايما الداتا بتبقى موجوده على الطرف دوت، ما بيحصل لهاش عامل سيتنج، يعني ما بيبقاش صفر ابدا، بتفضل موجوده. طبعا لو الداتا دايما موجوده بتبقى دي موضوع ان سيف، يعني ايه؟ غير امن، لان الداتا دلوقتي معروفه ودايما في الانبوت ودايما موجوده على مين؟ على الاوتبوت. يهمنا عشان تبقى سيف الموضوع ان احنا في بعض الاحيان نعمل ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ نخلي ايه بعد ما الداتا انبوت تخرج كاوتبوت نعمل الداتا انبوت مثلا كصفر. صفر دي معناها ايه؟ كانه طرف ما عادوش اي داتا خالص. فاذا يهمنا عشان الموضوع يبقى سيف ان احنا بعد ما الداتا انبوت تخرج كداتا اوتبوت من عند اللاتش ان الطرف دوت يبقى صفر، وكذلك بعد كده الاوتبوت يبقى صفر وهكذا. يعني نعمل عمليه ريسيتنج. اللي بيعمل عمليه الريسيتنج ده يا جماعه هو بفر زي ما انت شايف كده، تراي ستيت بفر. مهمته ان هو ايه؟ يجعل الانبوت طرف الانبوت او طرف الاوتبوت بصفر عشان يبقى الموضوع عندي سيف. طيب في الحاله ديت انت لو انت جيت تبص على التراي ستيت بفر بيبقى فيه طرف اسمه دبليو ار كومبلمنت وار دي كومبلمنت. وده معنى ايه يا جماعه؟ الطرف الكومبلمنت ده بيعمل ايه؟ بيقول لك الدبليو ار كومبلمنت معناها رايت ريد كومبلمنت، معناها لو كان بصفر، ها لو كان بصفر يخلي التراي ستيت بافر ده انيبل يعمل، وفي الحاله ديت يا جماعه بيعمل ايه؟ بيجعل الداتا انبوت تنتقل لجوه الطرف اللي هو ايه؟ لجوه اللاتش عند الطرف دي. طب لو كان بواحد، بيقول لك بيعمل عمليه ريسيتنج وكان الطرف بتاع الدي لاتش دوت نوت كونكتد، لا يتصل باي ايه؟ باي سيجنال او باي داتا. في الحاله ديت لما يكون بواحد الطرف دوت نوت كونكتد معناه انه اصبح ما فيش عليه داتا، اصبح اكثر امانا، وفي الحاله دي يا جماعه يبقى احنا قدرنا نحقق موضوع السيف او الامان. طيب شوف مع بعض الكلام ده مكتوب، بنقول اهو مع بعض دبليو ار او رايت ريد سيجنال كنترولز ذا انبوت بفر، بتحكم في الانبوت بفر. وده معناه ايه بقى؟ بص معايا كده، معناه لو الدبليو ار ده بصفر input data reaches the latch input، معناها ان ايه؟ ان الداتا بتروح للطرف بتاع الداتا ايه؟ input بتاع اللاتش اللي هو الدي. طب ولما يكون بواحد معناه ان looks like، يعني ايه؟ بيشبه ان ايه؟ wire connected to nothing، يعني كانه بالظبط لما بيكون بواحد ان الداتا دي مش موجوده ويبقى ايه؟ كانه مش متصل باي حاجه. وصلنا لمرحله السيف اللي احنا اتفقنا عليها. وطرف الار دي اللي هو عند الاوتبوت برضه كنترولز ذا اوتبوت سيميلر تو ها اللي هو ايه؟ الدبليو ار اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي. اذا الدبليو ار بيتحكم في الانبوت والار دي يتحكم فين؟ في الاوتبوت. وبرضه زي ما اتفقنا مع بعض لما بيكون بصفر بيجعل الداتا تخرج على الاوتبوت، لما بيكون بواحد بيجعل الداتا مع ايه؟ اللي هي في الاوتبوت كانها نوت كونكتد بايه؟ باي سيجنال باي اشاره علشان ايه نوصل لمرحله السيف سواء في الانبوت او الاوتبوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.